2017 بالنسبه لي السنه الحمد لله حافله، كان فيها بزاف ديال الاشياء اللي فرحت بهم، بينهم ان البرنامج تربع على قائمه البرامج اكثر مشاهده في تاريخ التلفزيون المغربي، حقق نسبه مشاهده كبيره. 17 سنه سيئه ولكن فيها اشياء زوينه، وانا والايمان بقضاء الله وقدره، اللي عطانا من عند الله مرحبا، كيعطينا باش نتحنى باش ان شاء الله يعطينا احسن من بعد. شكرا. 17 غزاله داز خصوصا ملي المنتخب تاهل. نمشيو ان شاء الله، نمشيو نتفرجوا ان شاء الله، ان شاء الله يارب. نتمنى الخير والتيسير في 2018، نتمنى الخير للجميع، نتمنى ان المغرب ديالنا يبقى مزدهر، نطوروا المغرب ديالنا ونزيدوا به القدام. 2018 المتمنيات ديالي والمنتخب يدوز الدور الثاني ان شاء الله. 2018 نقول يا ربي تكون كلها امن وسلام وصحه وسعاده يا ربي، وكذلك كنبغي نقول يا ربي بلادنا وملكنا يبقوا بالف خير ان شاء الله وصحه دائمه يا ربي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.